اهلا بيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم. زي ما انتم شايفين كده الاصوات كلها اشتغلت اهي في المطبخ مع شيف دينا، علشان نقدم طبعا فقرات تكون اكلات سهله جدا وبسيطه، اخص كمان النهارده الخميس. فالمشكله ان احنا نعمل جو المطاعم وجو الريستورانت عندنا في البيت. احنا النهارده عاملين كوردن بلو زي ما انتم شايفين، مكرونه سباكيتي، وشيف دينا دلوقتي بتعمل لنا شوربه الكريمه، فجو يعني متدلع على الاخر كده وحاجات جميله قوي. وزي ما بنقول دايما كده، كل ما الاكل يكون شكله حلو ومعمول بحب اكيد بيفرق كتير جدا، وبيبقى طبعا بيفتح النفس كده وتلاقيه كله بيخلص. شوربه الكريمه بقى شيف دينا، برحب بيكي طبعا، وعايز اعرف بقى شوربه الكريمه اخبارها ايه وتفاصيلها ايه، علشان نعملها معاكي خطوه بخطوه كده واحنا على الهوا. هو اول حاجه يعني زي ما بيقولوا الف ب ستاندرد لاي شوربه، كرفس، كرات، بصل. جميل. لاي شوربه. اوكي. شوربه مشروم، شوربه بروكلي، اي شوربه انت حباها، شوربه كريمه. اوكي. اول حاجه انا بجيب الفراخ البانيه، صدور البانيه، بقطعها مكعبات صغيره. جميل. بتبلها بشويه ملح صغيرين وفلفل ابيض مش اسود، عشان انا هعملها بالشوربه. انا هعملها بكريمه، فعشان الشوربه ما تبقى بيضه. اوكي. بديها تشويحه كده، بتبلها شويه وبديها تشويحه في قطعه زبده وشويه زيت. حلو قوي. ماشي. وبعديها بروح مشوحاها، بس تشويحه كده زي السوتيه، عشان انا مش عايزه حاجه اي حاجه تغمق. جميل. بعديها بحط عليها بصلايه. بس انا اول مره اعرف ان شوربه الكريمه بيتحط لها بصل. بس واحنا بنشرب الشوربه ما بيبقاش فيها بصل، ولا طرق مختلفه؟ بالهاند بلندر في كذا طريقه، بالهاند بلندر بنضرب كل حاجه. اوكي. بس عن نفسي يعني بحب كل حاجه تبقى باينه كده، عشان الطعم بتاعها بيبان. جميل. بحط كرفس وكرات. دول ناشفين. دول ناشفين للاسف، ما فيش فريش. انا اول مره في منهم ناشف، دي معلومه جديده على فكره بالنسبه لي. لا، في منها كل حاجه دلوقتي بقى فيها زي الزعتر والحاجات دي والريحان وكده. حلو. بديها التشويحه كده، وبروح نازله بالبصل، اديها برده التشويحه. جميل. ايه الغرض اللي انا بقول لك عليها سوتي، اكنها سوتي؟ اللي انا مش عايزه اي حاجه تتحمر فيها، عشان الشوربه بتاعتي ما تغمقش. تفضل فاتحه بالظبط، عشان هي المفروض شوربه الكريمه بتبقى طبعا بيضه، فما تغمقش. هقعد اشوحها بس كده شويه. جميل. بعديها هروح نازله بمعلقه دقيق بس، عشان تربط الصوص بتاعها. ممكن تحطي مع الدقيق ده، ممكن نحط لبن. او شوربه عاديه لو انت لبن، لو انت عايزاها بيضه. شوربه عاديه فاتحه كده، بنحط ميه ومرق الدجاج. اوكي. ممكن نمسك العصايه من النص، نحط شويه لبن وشويه ميه. بس انا بقى النهارده يعني انا بحب اعملها لبن مغذيه شويه وتقيله، بحب الحاجات شويه ساعات تقيله كده، خاصه كمان يعني بكريمة. الشوربه دي في الشتاء اختراع، بتدفي يعني جو هو برد. أيوة. والواحد يشرب كده معلقه شوربه مع عصره ليمون، خلاص مش محتاج اكل تاني. كمان ممكن تعصري عليها ليمون فعلا. يعني اي نوع شوربه شتويه. يعني انا دلوقتي حطيت معلقه الدقيق. بصي هتختفي تماما لما اقلب. تمام. بشوحها كده وبعد. طب هل معلقه الدقيق دي هتفضل محتفظه بنفسها كده رغم ان احنا حطيناها على الفراخ؟ يعني لما نحط اللبن هتمسك اللبن؟ اللبن هيمسك. هيربط. الدقيق عامل رابط هنا. في كمان الفرنسويين بيعملوه ايه، بدل ما يحطوا الدقيق بيحطوا بطاطسايه. البطاطس بتمسك الشوربه بالظبط كده. تنفع برده معاكي في انواع الشورب اللي انا قلتها. البروكلي. حلو. والطماطم وكده. انا خلاص كده هحط لها بقى شويه ميه صغيرين. اوكي. صغيرين قوي يعني. احنا بقى من خلال مطبخ طعم البيوت كده يعني كل يوم والتاني هندخل لكم شوربه جديده كده، عشان ايه الجو البرد ده الواحد يعمل شوربه كده. اول حاجه طبعا صحيه، تاني حاجه بتدفي، وتالت حاجه يعني هي وجبه اساسيه جدا في فصل الشتاء. انا حطيت طبعا هنا ميه، حطيت شويه مرقه. طيب. عايزين بقى نشوف الكوردن بلو، ما تسيبيها بقى تاخد غلوه كده. تاخد غلوه شويه. وبعديها هنزل بالكريمه اللباني عشان ما تفصلش. بس أوكي. في الاخر خالص قبل التقديم بديها غلوه، احط كريمه لباني، هقدمها في الاطباق. خلاص. خش بقى الكوردن بلو اللي شكله جميل اللي يجنن ده، الملفوف الحلو ده. عايزين نعرف بقى الشكل بيكون ازاي، عشان المشاهد ما يشوفوش فيقول لا ده الموضوع صعب. لا لا لا، سهل جدا. نعمله معاكم خطوه بخطوه بحيث ان انتوا تبقوا شايفينه ويبقى الموضوع بسيط وجميل وسهل. بصي انا عندي هنا جبت صدور الفراخ طبعا، بس انا متبلاها. دقاها الاول، دقيتيها الاول بالمبط بتاعها. جميل. هو البنبط ليه ناحيتين، ناحيه ناعمه دي للفراخ ودي للحمه. دي للحمه بالظبط، عشان اللحمه قاسيه شويه.
انا دقتها وتبلتها ببهارات فراخ، وممكن تحطي جنزبيل، فلفل اسود، بابريكا، كاري. بعد ما دقيتها وتبلتها بسيبها شويه كده في التتبيله، وبعديها بروح جايبه استريتش راب كده بروح حطها عندي. ثانيه واحده بس، وكيس بحط بس كيس فوقيها كده، وممكن احط استريتش تاني. أوكي. ما عندناش استريتش راب، ممكن نجيب عشان لما نخبط عليها بلاستيك. كيس بلاستيك. خلاص انا دلوقتي خبطت عليها وهي تمام. انا هعمل ايه بقى؟ هتحشيها اي حاجه انت عايزاها. انا جايبه دلوقتي انا حشيها تركي وحلو روز بيف. الموضوع اهو نركز فيه عشان ايه نشوف الشكل النهائي ده نتعلمه بالظبط كده. وبعدين كوردن بلو ممكن باللحمه، ممكن بالفراخ. انا جايبه تركي وجايبه روز بيف، وممكن كمان نحط جبنه موتزاريلا او جبنه ستيك. في بقى تكايه بس هنا انا حابه اقولها، احنا بنرول بنلف الحشوه، مش بنلف الفراخ عليها. يعني بصي انا هنا ايوه عملت الحشوه الاول. ايوه يعني انت بتحشي اللانشون او الروز بيف او الروز بيف جواه الجبنه. اي حاجه، اي حشوه. حلوه الفكره دي عشان ما تفكش بالظبط، تبقى متامنه جامد. مش عشان كده، عشان الفراخ ما تدخلش جوه الحشوه، عشان تستوي الفرخه تبقى كامل من فوق. اوكي. ما تبقاش داخله جوه حاجه. وبروح لفه كده. حلو جدا. بضغط عليها قوي في الاخر خالص، بجيب الاسترتش كده. تعمليها زي البونبون كده. زي البونبون كده. كده حلو. بصي التلاجة. الناحيه دي بضغط عليها، بصي جامد قوي كده. وتتسبق في التلاجة ولا بحطها في الفريزر بعد كده؟ يعني انا بعد ما بعملها كده بسيبها ساعه ونص، وبعديها بروح جايباها حطها في دقيق، بيض ولبن، بقسماط. بس في حاجه لازم تحطيها على البقسماط، نحط شويه دقيق عشان البقسماط ما يحمرش بسرعه. اوكي. حلوه. يعني بصي حلوه المعلومه دي، لونها فاتح فعلا. فاتح. فطبعا انا ده يعني انا كنت جايباه جاهز في الفريزر، لان عشان وقت البرنامج مش تلحق تعمل. نشوف بقى اللي بس حصل. بس كده. وبعد كده قلتها واهم حاجه بقى برضو اضيف عليكي معلومه بقى مهمه. يعني انت اكيد هتقوليها برضو في التسويه بتاعتها، يبقى الزيت غزير. ما انا لسه كنت هقول. ايوه انا كنت لسه هقول صدقيني، عشان ده تريك ده مهم جدا. ايوه قولي بقى. اهم حاجه الزيت يبقى غزير. أوكي. يبقى عالي في الاول اول ما هتنزل فيه، وبعديها بوطي شويه. أيوة. يعني نار متوسطه، وبقلبها على طول باستمرار. خلاص هي كده استوت بقى كل إيدك. من جوه ومن بره. جنبيها بقى مكرونه سباجيتي. بنكمل بقى الشياكه بتاعت الاكل النهارده، اكل يوم الخميس كده، جو مطاعم على الاخر. مكرونه سباجيتي، ايه السر في الصوص بتاعها؟ انت قلتي هتعملي صوص جديد. انا بطريقه برده مختلفه شويه. أوكي. حتى ريحان، يعني بحب برده زي ما انت عارفه كالعاده بتاعتي بحب التوابل العطريه كتير. جميل. عامله ريحان وحاطه نعناع، وحاطه كمان معاها طماطم، صلصه طماطم، حاطه فلفل حراق، فلفل رومي، حبه فلفل حراق. اوكي مش حبه، خلاص. جميل. انا عشان بحب الحاجات شويه بتبقى سبايسي بحطها. حاطه في صوص توم. كل ده ضربته بالهاند بلندر او في الخلاط، ما بصفيهاش، بديها تتسبك. وحاطه زيت زيتون، بديها تتسبك كله على البارد. بديها تتسبك، بعديها برشها من فوق، ادخلها الفرن بس تاخد وش كده، يعني حلو سنه كده اللي هي تنشف عليها. ممكن كمان احط جبنه موتزاريلا تبقى سايحه عليها. بس سبع دقائق لمده 180 على درجه حراره 180 دقيقه 180 درجه مئويه لمده 7 دقائق هتبقى اكله. لا نجرب المكرونه السباكيتي دي بالطريقه الجديده، وكمان صوص الريحان طبعا بيدي طعم جميل جدا. هنسيبك بقى تكملي بقيه الحاجات الحلوه بتاعتك. ماشي. ولسه عندك سلطه، وعندي سلطه زبادي، لسه عندك كمان فروت سلاد، وعندي فروت سلاد. خلاص تمام. فيها حاجه صافيه، فيها حاجه دافيه، طبعا اغنيه حلوه قوي. وكمان في حاجه حلوه النهارده، شيف دينا الطويل ابدعت في زمن قياسي زي ما وعدتكم اول الحلقه، عملت اصناف كتير في ساعه تقريبا، ساعه وربع كده. دندونه حبيبتي شاركتها في فقرتها، والحقيقه اتعلمت شويه حاجات انا ما اعرفهاش، فهم هيشرحوا لنا يعني ايه اللي حصل. كوردن بلو بقى، تقول لك على سر الكوردن بلو اللي احنا لفيناه مع بعض. قولي لي يا دندونه. انا جبت الكوردن بلو، جبت من عند الراجل، قلت له عايزه صدر الفراخ مفتوح زي الفراشه كده. انا جبت صدر الفراخ ورحت عاملاه بالمبط بتاع مخبط عليه. يعني ما عندكيش المبط، ممكن بالهون كويس او بظهر السكينه. تمام. بعديها رحت جايبه متبلاه بفلفل اسود كده وبابريكا او ممكن بهارات فراخ، تسيبيه في التتبيله شويه يشرب التتبيله. بعديها بتجيبي اي حشو انت حباه. شكله حلو قوي قوي قوي. وبعدين بتحمريه بقى بيض وبقسماط عادي. بلفه بقى واحطه في الفريزر ساعه ونص او ساعتين، يمسك نفسه شويه.
بجيب دقيق بيض ولبن وبقسماط بشويه دقيق كله زي ما بنعمل. طب انا اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه اللي انت كنت بتسالي عليها، عايزين نعرف ايه السر في الشكل ده. عندك حق، لانه دايما المكرونه السباكيتي تحس ان فيها ايه، الدنيا بايظه فيها يعني. هي مقسمه كل واحد مع الكارت بتاعه، هي مقسمه كل لكن عامل زي الباول، كل واحد ياخد كوره كده يعني. بالظبط. طب ازاي عملتي الشكل الحلو ده؟ الكبشه للاسف الكبشه مش موجوده. جبت الكبشه ورحت جايبه شوكه، حاطه المكرونه كده والشوكه والكبشه، واروح جايبه حبه على الكبشه، واروح لفه الشوكه بتاعتي هتطلع الباول دي. طب جوه في ايه؟ انا شايفه حاجات لونها احمر. جوه انا حاطه بقى صلصه كده، دي بطريقتي انا، حاطه فيها ريحان، وحاطه فيها زعتر، وحاطه فيها روزماري، وحاطه فيها كمان طماطم وصلصه طماطم. مفيش لحمه مفرومه زي ما احنا متعودين. هو فكره ان هي دخلت الفرن فعشان كده ادت الشكل الحلو ده. شوفي حطيت من فوق دينا. دوقنا المره الجايه لازم حاجه من ايديك يا دينا. طيب انا طبعا الشوربه شكلها يفتح نفس اصلا. معموله ازاي الشوربه؟ انا جبت صدور بانيه وقطعتها مكعبات صغيره، تبلتها بفلفل ابيض، يعني بلاش اسود عشان الشوربه تبقاش غامقه زي ما انت شايفه كده. تبلتها فلفل ابيض وشويه ملح صغيرين، نزلت في معلقتين زبده كده مع شويه زيت، شوحتها تشويحه صغيره. جبت كرفس وكرات، اساس الستاندر بتاع اي شوربه كرفس كرات بصل. دي بقى الاسرار الصغيره اللي بتخلي طعم الاكل حلو وريحته مختلفه. شيف الطويل دينا الطويل النهارده يعني ابدعت وقالت لنا شويه اسرار. وناحيتك بقى دندونه، عرفينا ايه اللي عندك. الفروت سلات الحقيقه جميله قوي، انت عامله فيه كل الفواكه الجميله قوي، وكانتالوب وموز وفراوله. طب ايه الدريسنج بقى؟ الدريسنج ممكن نحط اي عصير تقيل عليه، ممكن تحطيه فريش او العلب المجهزه. جميل. برشها عليه كده وخلاص. خلاص حلو قوي، مفيش اسهل من كده ابدا. والله هايله هايله هايله، نورتينا النهارده على الهوا. بشكر كل فريق العمل الجميل اللي تعاون عشان يطلع حلقه تعجب حضراتكم، وختمنا بالطعم اللذيذ والشكل الحلو مع دينا الطويل شيف المتالقه. بشكر جدا زميلتي العزيزه دينا شعراوي، وبشكر الاخراج والاعداد والكاميرات وكل الناس. شكرا ليكي، شكرا ليكي جدا يا شيف دينا، نورتينا وتسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي. مشاهدينا النهارده على مدار ساعه ونص كان معانا فقرات متنوعه كلها بتهم الاسره المصريه. استنونا بكره وفريق عمل جديد من زينب تعمل بيوت.